بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب، تقيم الأمانة العامة لمجلس النواب جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي، وذلك صباح يوم غد الخميس، التي تقام لأول مرة على مستوى مملكة البحرين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب عبد الله الدوسري عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، لو تحدثنا عن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز الدور المنوط به للسلطة التشريعية في مملكة البحرين وإشراك الشباب بالعمل البرلماني. شكرا جزيلا أخي الكريم. طبعا بداية أشكر استضافتكم الكريمة. فيما يتعلق بخصوص الجلسة، ستعقد برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري. طبعا تأتي الجلسة البرلمانية في إطار ما يولي مجلس النواب من اهتمام كبير لفئة الشباب والناشئة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، في دعم الشباب وتثقيفهم بالعمل الوطني وممارسات العمل البرلماني، وحثهم على المشاركة الفاعلة في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة. تتضمن الجلسة جدول أعمال رد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المتعلق بالمراكز الشبابية في جميع محافظات مملكة البحرين. نعم أستاذ عبد الله، ما الذي سيقدمه برلمان الشباب للمشاركين، وما هي أهم الموضوعات التي سيتم طرحها من قبل الشباب المشارك في هذه الجلسة؟ شكرا أخي الكريم. طبعا هناك مواضيع عديدة سوف تناقش، ومن ضمنها في البند الثالث الاقتراح بقانون، تستعرض تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 9 من قانون العمل في القطاع الأهلي والصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، والمتعلقة بأولوية التعيين للشباب ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. في حين يتضمن البند الرابع أيضا الاقتراح برقبة تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برقبة بشأن تطوير الأنشطة الرياضية ومناهج التربية الرياضية في المدارس الحكومية وأيضا المدارس الخاصة في مملكة البحرين، وطبعا وعدم اقتصارها على الأنشطة التقليدية. أيضا أخي الكريم، بالإضافة إلى يعني طلبات المناقشة العامة، الطلب الذي تقدم به مجموعة من أعضاء البرلمان الشبابي بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيطاح سياسة الحكومة للحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الشباب. والجدير بالذكر أن الجلسة البرلمانية تقام بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وبحضور عدد من السادة الوزراء وبمشاركة 50 شاب وشابة. سيتم نعم. طبعا بث الجلسة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لفتح المجال للجمهور الكريم للمتابعة الجلسة التي تقام ولأول مرة في مجلس النواب على مستوى مملكة البحرين. نعم سعادة النائب عبد الله الدوسري عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في هذه الجلسة.